أنا عندي حالة خوف مستمر وهلع وضيقة مجهولة السبب، لي سنين أعاني مع أمراض صحية ثانية بس ما عرفت أتصرف، كثرت علي الرقف ما عاد عرفت إيش أسوي. طيب تمام، احنا تكلمنا كثير يا اختي الغاليه عن هذا الموضوع، جدا تكلمت عنه هنا، انه الخوف والهلع هي ثلاث حالات، ثلاث اشياء افحصيهم. اذا طبيا سليمه انت، خاصه جدا المعده والمعادن والفيتامينات والاشياء هذه، خلاص معناته كذا طبيا انت موضوع، اصبح قدامنا حالتين، يا نفسيا يا روحيا. ابدا ارقي نفسي بالرقيه الشرعيه، والرقيه الشرعيه انتم تعرفون وش هي، سهله جدا، لا تتشعبين ولا تتعبين ولا عليك لا مني انا ولا من غيري. احنا نعطيكم رقى، هذا حقيقه، هذه رقى واقعيه وحقيقيه ويستفاد منها. لكن انا اتكلم بصفه عامه، يعني مثلا عن الراقي او اللي يبغى يرقي اهله او تبغى ترقي نفسها برقيه متوسعه وكذا عن السحر وعن كل شيء. لكن لو حبيتي ترقين برقيه سهله وتستمرين عليها وتصيرين بخير باقل جهد، نتبع خطوات النبي عليه الصلاه والسلام. كاس مويه او حتى بدون مويه، تقرأين الفاتحه وتنفثين على صدرك، بعدين تقرأين الفاتحة وتنفثين بين الأيادي وتمسحين المتيسر من الجسد، وتقرأين المعوذتين، وباستمرار بدون توقف لا ليل ولا نهار، وكل ما ذكرتي اقرأي. إذا جيتي تنامين خلاص وصلتي على الفراش، سمي بالرحمن، اقرأي على كاس مويه، الفاتحة، المعوذتين، آية الكرسي، انفثي بالماء واشربيه. حتى لو افترضنا انه سحر او حتى عين او مرض نفسي او خوف بدون مسببات او امراض جسدية، ترى سورة الفاتحة هي الشافية والكافية اذا حافظنا عليها. طيب زيدي عليهم على اساس تكونين يعني برضو مطمئنه، برضو علبه زيت اقرا عليهم الفاتحه مره اذا تدبرتي او اكثر حتى تدبري. وبعدين تجين تمسحين الاقدام وتلبسين عليهم شراب بالليل، شراب خفيف، وتمسحين مثلا منطقه الجبين وتمسحين منطقه السر، تحطين فيهم زيت، يعني ثلاثه مناطق في الجسد تكفي بدون ما تدهنوا كامل تتعبون عليه وتحسون فرشكم وذا. خلاص يكفي منطقه الجبين وكذلك السرين، حط فيها نقطتين ثلاث نقط زيت او اكثر حتى تمتلي. وبعدين القدمين نفس طريقة الوضوء على حد الكعب، تلبسين شراب خفيف وتنامين. وبكذا بمشيئة الله سبحانه وتعالى أنت رقيتي نفسك الرقية الشرعية الكاملة المتكاملة اللي ما تحتاج أنه تروحين لا الراقي ولا الفهد القرني ولا لغيره. هذا الحل الوحيد. طيب وتجاهدين الله وتجاهدين يسهل. نعم وتجاهدين الشيطان بكثر الاغتسال بالماء البارد. لأني يعني أنا لو سمي سمي. لأنه أنا حتى ما أنا ما هو أنا، يعني لا شكلي ولا صحتي ولا جلدي، ما يعني تغير، حتى اللي من زمان ما شافني ما يعرف إن أنا، كأنه في شيء غيرني 180 اي درجة. طبعا اي طبعا طبعا، الضغوطات النفسيه والخوف والهلع الدايم والاكتئاب والحزن تراها من الشيطان، عشان تكون عارفه تراها من الشيطان. لانه هل يعقل اني انا بصير حزين بدون مسببات من الشيطان؟ اكيد. فاول شيء اراجع نفسي زي ما سبق لي قلت لكم، اراجع نفسي اشوف في العبادات هل انا بعيد عن الله سبحانه وتعالى ولا لا؟ ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. اغلب الناس يكون بعيد شوي عن الله، بعيد عن الطاعات، بعيد عن العبادات، بعيد عن الاستغفار، بعيد عن الصدقه، بعيد عن بر الوالدين، لا سمح الله يكون في غيبه او في نميمه وكذا. انت محشومه، انا ما اقصدك انت، انا اتكلم بصفه عامه. اي انا اتكلم بصفه عامه، لازم الانسان يراجع دينه اول شيء، وبعدين يسوي الاشياء هذه كلها. حاولي تتعهدي نفسك مثلا، نقول مثلا في الاسبوع ثلاث مرات او اربع مرات، يوم ويوم لا، يوم ويوم لا، بالاغتسال بماء بارد، بالاغتسال بماء بارد. وانت واقفه تحت الدش يكون الذكر داخل النفس، يعني لانه ما يجوز احنا نذكر الله سبحانه وتعالى في دورات المياه. ف ويجوز للانسان انه مثلا داخل الحمام وخاف من صوت او خاف من شيء انه يذكر الله داخل نفسه بدون ما يرفع الصوت، كان يتحصن او يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اذا فجع بامر لا سمح الله هو داخل دوره المياه. توقفين تحت الدش وتغتسلين اغتسال كامل وتقولين بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، اللهم اخرج مني الاذى والنفس والحسد والعين ومس الشيطان والوسواس الخناس، اللهم اجرني، اللهم شافني وعافني، داخل بدون ذكر، بس انا قاعد اقول الان صوت عالي. وتصبين الماء على نفسك وتغتسلين بالماء البارد، كرري ثلاث مرات اربع مرات في الاسبوع، راح تجدين فيها راحه عجيبه. اذا وجد اليقين وجد الاستقرار النفسي، لانه الشيطان ما راح يسكت، ما راح يسكت، لازم يستمر. وترى حاول فيني انا وفي غيري، وربما انا تعبت وربما غيري تعب، ترى الشيطان ما راح يتركنا. الشيطان هذا حرب بينه وبين بني ادم من نزل من الجنه ادم عليه السلام الى يومنا هذا. وهو يقول انا راح احتنك انهم اجمعين، يقول انا راح اخذهم كلهم كلهم الا عبادك منهم المخلصين. لذلك لازم الانسان يكون اخلاص لله سبحانه وتعالى، لان هناك في ايه انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم
وخافوني إن كنتم مؤمنين، يعني إذا كان عندنا إيمان لا ما نخاف من الشيطان، لأن الموضوع بسيط جدا. ترى مو بنتي أول وحدة تمر عليه الحالة هذه، ومن الرجال يعني، حتى رجال ولهم مكانتهم ولهم كذا وعندهم هالخوف، فلا تحسبينهم غير أنتي، لأنهم سمحوا للشيطان سيطر عليهم. لازم يتسلط عليه الأوقات الفاضلة، يعني مثلا الجمعة، العشر، الحج، العمرة، أي شيء. يا سلام عليك، أنت قلتي يتسلط، معناته انه هو يتسلط يبحث عن الاوقات اللي انت تحبينها، مثلا زي صلاه الجمعه وترتاحين فيها، او جمعه الاسره، او بتطلعوا الرحله، او بتنامين، او كذا، يجي يتسلط، يسوي لك الوسواس هذا كله. انا للامانه بقول شيء، انا مو بستغرب لكني استنكر شوي عليكم. المفترض ان نكون احنا اقوى، احنا معنا الله سبحانه وتعالى، والشيطان ما له مولى ولا له ولي. الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، عكسنا حنا. لذلك حنا لازم نتعلق بالله سبحانه وتعالى، ويكفي للإنسان إذا دخل البيت يضمن أنه ما في شيطان في مكانه، يقول بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله ويدخل بيته، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وكذا أنت ما عندك شيطان أصلا، هذا وسواس وتستطيعين طرده بإذن المولى سبحانه وتعالى. حافظي على قول أعوذ برب الناس. الله يجزاك عنا خير. هل يجوز جمع نية الرقية مع أذكار المساء والصباح؟ إيه طبعًا يجوز، لأن هي ما هي مثلًا عبادة من العبادات اللي لها قوانينها. لا عادي، يعني مثلًا أنت خلاص قررتي إنه صليتي الفجر، بعدين تقرأين الأذكار، بعدين تقرأين الرقية، ما في شيء، عادي. جعلك الجنة والديك إذا. وبعدين تقرأينها في أي وقت تحبين، الساعة 2 بالليل، الساعة 4 الفجر، الساعة 12 الظهر، الساعة 5 العصر، أي وقت. أقصد يعني نفس أذكار المساء والصباح معها رقية في نفس الوقت. إي عادي. يعني تقصدين أنت مثلا بعد صلاة الفجر ذكرتي أذكار الصباح، بعدين تقرأين الرقية المتيسرة منها زي سورة الفاتحة والمعوذتين، تنفثين وتشربين الماء، طبيعي جدا، بل بالعكس ممتاز. الله يجزاك عنا خير الجزاء. إذا ممكن حلمي، إذا ما يسمح الوقت خلاص. لا يسمح. الله يبعد عنك كل شر. أنا حلمي قديم بس ما قدرت أتجاوزه، وصراحة فسرته كثير بس ما اقتنعت. أنا حلمت كأنه ساق اليمين، الله يعزك، يعني كأن فيها جرح غائر مرعب، دخلت يدي إلين وصلت للكوع أسحب منها شيء، لما سحبته طلع ضب، انفجعت من منظر، قعدت أسحب الضب، طلع الضب بذيلة مدري إيش يسمونه، وأركض في السيب العكرة. المهم طول ما أني أركض في السيب وأعلم أهلي، قاعد يتحول من شكل إلى شكل كأنها فلاشات كذا، يعني يتغير لين في النهاية وصلت عند أهلي، طاح من يدي، تحول على شكل وزغ الله يعزك صغيرة، دخلت في سيارة لعبة حقت أطفال على شكل دورية شرطة يعني، وانتهى الحلم. جزء كبير جدا من المنام تحول إلى أضغاث وتلاعب من الشياطين، لكن الزبدة اللي هو الجرح بالرجل اليمين وخروج هذا الأذى منها يدل على أنه أنت بالفعل تعاني من اضطراب وجرح عميق في النفس، وربما يكون من بداية الجرح أو الألم من شخص، أو يعني تفسيره عندي أنا بقوله أنه ربما يكون من شخص ما كنت تتوقع أنه يجرحك، وجرحتي منه، جرحتي جرح عميق، ربما هذا ربما يكون من شخص. لكن في الرؤية كذلك أنه خروج الشيء من الجسد جرح ثم يخرج منه شيء، هذا يدل على أنه فيه الإنسان هذا عنده مشكلة أصلا، مجروح بألم أو عنده مشكلة من الشياطين، وخروج الشيء من هذا المكان يدل على بداية خروج الهم. كم صار له هذا؟ كم صار له؟ قديمة جدا، قديمة. قبل كم يعني؟ سنوات؟ أيوة سنوات عديدة، يمكن 10 أو أكثر، ما أدري. قبل تدخلين بالمشكلة هذه؟ قبلها. أي نعم، يدل على أنه أنت وقعتي بأذى، ومهما بقي هذا الأذى موجود إلا يخرج بإذن الله سبحانه وتعالى.